التسعيره. لا قرار التسعير على التيكت. ماشي اتفضل. هو بالفعل في بعض الشركات التزمت بالقرار، بس كالشركات الاساسيه المواد الاساسيه كالزيوت والسمنات والرز، وفي بعض الشركات طبعا ما التزمتش. وفي طبعا في بعض الشركات التزمت بس في فجوه كبيره قوي في الاسعار. يعني بعض الشركات ما بتصبش في مصلحه المستهلك، بمعنى يعني في منتج المفروض مثلا يتباع سيان ب 40 جنيه للمستهلك مكتوب عليه 60 جنيه. فبالتالي بتدي فرصه لصغار التجار اللي هم يستغلوا المستهلك، ان البقال الصغير اللي في الحاره اللي في الشارع لما يلاقي ربحيه كبيره زي كده ويجي مستهلك يتكلم معاه في سعر يقول له لا الحاجه دي ب 60 جنيه مكتوب عليها 60 جنيه وهي المفروض تتباع مثلا ب 40 جنيه. بس الشركات افورت التسعيره عشان ترضي التجار. التسعيرة. لا قرار التسعير على وجهها الوزير التموين عشان راعي لازم يبقى في وقفه مع بعض الشركات اللي اوفرت التسعير. مشكله ثاني لان القرار ده ما اتطبقش على المستورد، والمستورد دلوقتي المنتجات التركيه والصينيه اللي في مصر بتمثل على الاقل 50% من المعروض من كل المنتجات المعروضه في الاسواق المصريه، ودي طبعا مؤفره ما اتطبقش عليها القرار. المفروض تتعامل نفس معامله الشركات المصريه اللي المفروض هي برضه بتعرض بضاعتها في السوق المصري. فبالتالي لازم يتطبق عليها قرار. كل الشركات حاطه نسبه منها حاطه والنسبه الثانيه ما فيش، يعني مش معظم الشركات مش كلها يعني قليل او اللي حاطه سعر المنتج عليه، يعني كاتبه على المنتج سعر المنتج بالظبط، ولو كاتبه عليه بتكتبه بسعر بتدي نسبه ربح عاليه للتاجر او صاحب مكتوب على 60 جنيه يقول له لا الحاجه دي ب 60 جنيه وهي المفروض تتباع مثلا ب 40 جنيه. افورت التسعيره جنيه بس الشركه عشان ترضي التجار. التسعيره وجهها الوزير لا قرار التسعير على التموين عشان راعي في وقفه مع لازم يبقى في مع بعض الشركات اللي اوفرت ما تطبقش على المستورد، والمستورد دلوقتي المنتجات التركيه والصينيه اللي في مصر التسعيره. مشكله ثانيه لان القرار ده 100% من المعروض من كل المنتجات المعروضه في الاسواق بتمثل على الاقل 50% اوفره ما تطبقش على الاسواق المصريه، ودي طبعا قرار. المفروض تتعامل المصريه اللي عامل نفس معامله الشركات اللي المفروض هي برضه بتعرض برضه. فبالتالي لازم يتطبق عليها في السوق المصري. يتطبق عليها قرار. كل الشركات حاطه نسبه منها حاطه والنسبه الثانيه ما فيش كلها يعني مش معظم الشركات ده سعر المنتج عليه، يعني كاتبه قليل او اللي حاطه لو كاتبه عليه بتكتبه بسعر المنتج سعر المنتج تدي تاجر او صاحب نسبه ربح عاليه يقول له لا الحاجه دي ب 60 جنيه وهي المفروض تتباع مثلا ب 40 مكتوب عليها 60 جنيه بس الشركه عشان ترضي التجار كانت افورت التسعيره. وجهها الوزير لا قرار التسعير على التموين عشان راعي في وقفه مع لازم يبقى في مع بعض الشركات اللي افورت ما تطبقش على المستورد، والمستورد دلوقتي المنتجات التركيه والصينيه اللي في مصر 20% من المعروض التسعير. مشكله ثانيه لان القرار ده من كل